لحد هاليوم اسم عيلة كرمان كان له صيت وسمعته، بس بفضل عمايلكن انتو اسم وسمعت هاي العيلة عملتوا منا عيلكة بيتم كل الناس بهالضيعة. شرف عيلتنا صار سيرة على تم اللي بيسوى واللي ما بيسوى. ليش مين بكل هالضيعة بيسترجي يجيب سيرة عيلتنا بشي؟ غانم لا تحكي وكأنك ما بتعرف شو اللي صار. كل شي صار فينا من تحت راسكن انتو. بنت واحدة ما عرفتوا تربوها يا حيف عليكن. نيفين لو ما هربت لعند سليمان ما كنا هلا وصلنا لهون. وابنك عدنان ما بيشتغل غير اللي براسه، وعزت كمان بيشتغل على كيفه وما بيهمه عاداتنا وما عنده كبير. عادي رح انسى اللي عملوه ولادكن، بس انتو ما خجلتوا بالمرة من حالكن وقت اللي كذبتوا علي وخبيتوا عني الحقيقة؟ أكيد بتعرفوا مين بقصد بهالشي. من هلأ ورايح أولادكم بتحطولن حد، لأنه اعتباراً من هاليوم هاد الكل رح يتصرف بطريقة بتليق بعائلتنا. انتهينا. بعدين صار لازم اتجوزوهن ليتعلموا يكونوا قد المسؤولية. ابنكن عدنان وعزت كمان الأغاوية رح تكون لواحد فيهن طبعاً، يلي بيحافظ على عاداتنا أكتر وبيعرف الأصول هو اللي بيستاهل يكون صاحب الكلمة بعيلتنا. أنا بقرر بوقتها وبقول مين الآغا. أنت بتعرفي مين فيهم بيستحق أمي؟ زهرة وفاطمة وينن؟ خليهم يجيبوا لي كاسة شاي. أنا براسي بجيب لك مرت عمي. عزت آغا امرني، إلي لازمك شي؟ بدي سلامتك خالي فاطمة. جاي لأحكي مع زهرة. طيب مثل ما بدك. آسفة كتير مشان يلي صار عمي عزت. أنت ما عملتي شي غلط. خليني أشوف حرارتك لأطمن. وين بتختفوا وبتغطوا انتو؟ مرت عمي ناطرة الشاي. ليكو أخذتي لها إياه. وزهرة وينها هلا؟ بالمطبخ. ليكا روحي لا تلتهي، خدي لهم الشاي لجوا. عدنان آغا هو يلي جبرني إني أكذب، هو طلب هيك. بعرف زهرة أنت ما عملتي شي غلط، هن اللي عم يغلطوا بحقك. والآن سملك منيحة؟ زعلانة ومقهورة عليك كتير لأنهم عم بيشغلوكي بالقصر وما أنا قدراني تعمل أي شيء. إلا لا تزعل، أنا مبسوطة كتير، بكفيني إنه أنت وياها عم تفكروا فيني، لأنه هيك ما بحس حالي إني وحيدة بنوب. أنت مالك وحيدة، نحن رح نضل جنبك. أنا ممنوعة من إني شوف أمي وأختي، وإذا بتقدر طمنن عن أخباري مشان ما ينشغل بالن علي. حرام ما بدي إياهن يتضايقوا، وكمان قلن إني بحبن واشتقت لهن كتير. بوعدك زهرة أنا رح حاول خليك تشوفي أمك ورفيف بأقرب وقت إن شاء الله. ماشي؟ كان بدي اشرب مي. بما انك هلأ عم تطقي حنك معناته خلصت شغلك ما؟ ايه خلصت. بدك شي؟
يلا زهرة روحي انتي. يلا. انتي هلا بتنامي منيح وبترتاحي اليوم، وإذا احتجتي أي شيء أنا موجود هون. شو ما بدك بتقولي لي، لا تخافي. يلا. ايه صحيح، كان بدي اطلب شيء. شو في زهرة احكي؟ اذا شفت للانسة ملك او حكيته سوا وصلنا سلامي وقلا انه ما تزعل علي. يا ستي خطرت ببالي فكرة ممتازة، تعالي. زهرة يا عمري، كيفك حبيبتي؟ انتي منيحة؟ أنا منيحة، انتي ما تاكلي هم، لا تخافي علي، ما فيني شي، وعمي عزت ليك واقف جنبي هون، انتي لا تضايقي حالك. يا روحي شو اشتقت لك، انبسطت كتير انه سمعت صوتك كمان. لو سمحتي لا تبكي أنسة ملك كرمالي، لأني ما بحبك تبكي، يعني حتى لو ما كنتي هون المفروض نكون قوايا. هاتي أنا بحكي معه. ملاك ليش عم تبكي؟ هاي سمعتي صوته وهلأ زهرة كتير منيحة، روقي بس شوي. ملاك انت لا تحملي هم، أنا وعدتك ما رح اسمح لهم يأذوها لزهرة، رح ضل جنبها وما رح اتركها. يا ريت لو أنا كمان فيني ضل جنبها وما أضطر إني روح وأتركها. لوين تروحي؟ انت شو عم تقولي ملاك؟ خلاص عزت رح روح من هون، انا راجع على اسطنبول مع اهلي وما بقى رح ارجع لهون مره ثانيه.